اهلا بيكم مشاهدي الاكيل في كل مكان وحلقه جديده. حلقه النهارده برجرز بوستد برجر. اربع شباب بيعشقوا العربيات، وطبعا البرجر انتوا عارفين هو اكل شبابي اكتر منه للكبار يعني، ولو اننا كلنا بنحبه. المهم جمعوا الفكرتين مع بعض. ايه؟ كل الديكور بتاعهم مواتير 8 سلندر وجهاز التوربو وحاجات كده، شويه حاجات ليها علاقه كلها بالمواتير، وفي نفس الوقت البرجرز فيها شويه افكار جديده. طبعا احنا مش جايين عشان الديكور، كلنا عارفين صوص الريحان مثلا، انما بناكله مع المكرونه. عمرك ما اكلت صوص ريحان مع البرجر جديده؟ على البرجر جديده. المشروم، كل البرجر اللي بالمشروم بيبقى المشروم معمول ببراون صوص او صوص بني، عمر ما حد عمله بالصوص الابيض، او انا ما جربتش، ممكن يكون حد تاني عمل اللي هو الصوص الابيض اللي بيبقى على المكرونه مثلا. الماكن تشيز سمعتها قبل كده بس برضه نجربه. عاملين برجر بالدوريتوس، نجربه اللي هو الـ الحاجات اللي بتقرمش دي. شويه افكار جديده تستاهل ان احنا نجي لها لحد مصر الجديده عشان نجربها. ارجو ان الحلقه تعجبكم زي ما ان شاء الله تعجبنا. البرجر عندنا كذا نوع برجر جديد مش موجودين في مصر خالص. انا ما دقتوش قبل كده، وما افتكرش ان في حد في مصر عامله قبل كده. احد اسباب زيارتنا طبعا شايفين الاخضر ده اللي هو الريحان، ده بصوص الريحان والجبنه والبرجر والخلطه الثانيه بقى طماطم خس الكلام ده كله. اهلا بيك. انت واحد من اربعه اونرز للمطعم. تمام. انتوا اربعه اصحاب. اربعه اصحاب. الاول نرجع خطوه لورا، ايه جنونكم بالمواتير والعربيات؟ هو بص، الموضوع كله ابتدى ان احنا اربعه مجانين عربيات، تمام؟ اوكي. وشايفين ان رياضه السيارات عامه مش واخده حقها في مصر قوي. اوكي. فحبينا نظهر الكالتشر دي، يعني الكوميونتي ده يظهر للناس كلها في شكل مصر بتحبه اللي هو الاكل. فحبينا نعمل مزيج ما بين الاكل والعربيات. بس انت عارف ان الاكل مش هيعمل تراكات، يعني هو المشكله ان سباق العربيات هنا مش واخد حقه لان ما عندناش تراكات يعني. بالظبط، هم قليلين جدا يعني. بس okay. بس حبينا نعمل نختلف بالديكور عن اي حد في مصر، وجبنا السيميليتر جوه برضو مختلف عن اي حد في مصر. ايوه، لسه هنتكلم عن السيميليتر. بس فيعني حبينا نعمل حاجه جديده في حته الاكل في مصر عامه. طيب ايه الجديد بقى في البرجر؟ البرجر عندنا كذا نوع برجر جديد مش موجودين في مصر خالص. طبعا احسن حاجه فيهم اللي هي الماكن تشيز دي، احنا الناس الوحيده اللي بتعملها في مصر بالمنظر ده. تمام. بس انا سمعت موضوع الماكن تشيز قبل كده ولا لا؟ هو موجود بس مش بنفس الطريقه بتاعتنا. مش بنفس الطريقه بتاعتنا. ده الساندوتش الوحيد اللي في المنيو عندنا من غير عيش خالص، ما فيهوش عيش اصلا. فدي يعني اكسبيرينس جديده لاي حد بيجي. انترستنج. ده حاطين مكرونه بدل العيش. يا مكرونه بالجبنه بتبقى مقليه من فوق ومن تحت، وفي النص البرجر بدل العيش بيبقى كريسبي، حاجه كريسبي. طيب الاختلافات او الحاجات الجديده اللي في المنيو اللي انا هنجربها النهارده، اوكي، دي اختراعات ولا دي جبتوها من بره ولا دي ايه؟ لا، دي افكار جات لنا، في منها من بره وفي منها حبينا نخترعها. بس okay. حته الماكن تشيز اللي من غير عيش دي جبناها من بره، بس حطينا فيها التاتش بتاعنا طبعا. لازم التاتش المصري. لازم التاتش المصري في اي حاجه. تمام. وعندنا برضو الوايت مشروم مش بالكريم والرانش، دي حاجه جديده مش موجوده في البرجر قبل كده. okay. فحبينا ندخلها. طب انتوا عملتوا ريسيرش يعني؟ انتوا دورتوا في مطاعم البرجرز وكده ولا احنا دورنا؟ لا احنا يعني دورنا كتير. واضح انك اكيد طبعا. بس شركاتك انا شفت اتنين منهم حاجه. لا ما يغركش. ما يغركش. لا 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 اكيله اكيله اكيله. انا برضه احنا نشم الاكل وندخن وهم يدبوا وانا اقعد اعيط. هي دي كده.
بس لا لفينا على المطاعم البرجر كلها طبعا المعروفة وكده ودقنا وحبينا بقى يعني غير الحاجات العادية يبقى لينا حاجات سبيشال بتاعتنا. طيب ليه اخترتوا المكان ده في مصر الجديدة؟ يعني انت ولا على شارع رئيسي ولا في منطقة رئيسية وما بين عمارتين واحدة منهم بتتبني يعني انت ليه مصعب على نفسك قوي كده؟ بص هي الموضوع في الاول ابتدى ان احنا عايزين حتة جنب الناس بتوع العربيات ودايما انت عارف ويك اند يعني مرغني يعني مصر الجديدة يعني الناس بتوع العربيات بتنزل فحبيت اعمل مكان اللي هو يكون ده البيت بتاعهم قريب منهم بالظبط نفعت الفكرة طبعا ده الناس كلها طايرة بالمبدا ده طيب يعني نيجي بقى ايه حكاية السيميليتر اللي جوه؟ السيميليتر اللي جوه دي كنا قاعدين مع بعض قعدنا نفكر ايه برضو يبقى مختلف زياده عن الاكل في المكان لازم يبقى في حاجه في المكان مختلفه فقلنا ان احنا اي حد هيجي ياكل لازم يروح يعمل حاجه في المكان غير ان هو اكل في ناس كده معاها ديسكاونت وفي واحد احنا كاونرز بنحط حاجه اسمها ريفرنس لاب اللي هي لفه اسرع حد عملها مننا عشان دي المفروض يا لعبتنا لو حد كسرها في حد واحد قبل كده كسرها ادينا له ساندوتش فري هو اصلا جه اكل ومشي عشان هو كسر يعني خرجنا بس فطلع ساندوتش فري وفي قدام شويه برده هيبقى معانا اللي هيكسب ممكن ناخده عربيات لفه بعربيه سوبر كارز او كده ناخده لفه سريعه بتغيروا الجايزه الجوائز بتتغير كل مره او ممكن مره تانية ياخد كاس ويروح بيه البيت باسم المكان يعني في افكار كاس يحطه كده في البيت لا 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 كاس بس يروح طيب. بيه يحطه في البيت بص الافكار حلوه خلينا نجرب الاكل ونقول راينا بقى مفيش مشكله سؤال بس البرجرز بتجيبوها ازاي ولا بتعملوها هنا ولا لا هي البرجر عندنا هنا بتتجاب من تبع مصنع تمام الشيف بيعملها بالريسبي بتاعتنا هناك انت بتديه الريسبي وهو بيعملها بتاعتنا اوكي بس وانتوا عندكم ثلاث مقاسات انا شفت 150 و200 و300 في ال 300 العيش بيختلف ال 300 والفراخ العيش بيختلف وانت عندك اثنين فراخ بس انت مركز اصلا برجر هو مين لي برجر طيب يلا خلينا نجرب اوكي هنبتدي باول ساندويتش اللي هو المكن تشيز هو قالوا لي ليه معامله خاصه لازم نمسكه من تحت عشان ما يفرولش عايز اوريه لكم بدل العيش المكرونه بالطبقه الكريسبي مكن تشيز اكنه مكرونه المكرونه المكن تشيز المعروفه والبرجر جواه وطبعا الخلطه كلها بقى بالجبن بكل حاجه انا عايز اوصل البرجر طب ده كان ماكن تشيز اختراع حلو بس عايز اقول لكم تقيل مش خفيف يعني ما يضربش منه 2-3 مكرونه طبقة الكريسب بالبرجر بالخلطة اللي جوه والحاجة التانية لازم يتاكل بسرعة لانه هيفرول صباح حلو قوي اختراع جديد انا ما دقتوش قبل كده وما افتكرش ان في حد في مصر عامله قبل كده وهم قالوا انه يعني احمد محمود قال انه جابوه من بره اوكي فكرة حلوة
طيب انا كل ما اكل اكله حلوه ادمع هموت واعرف ايه الفكره الصله يعني. طيب نيجي بقى لده. ده البرجر بالمقرمشات عشان ما نقولش الماركه بس. الله. اوكي. والبطاطس عليها الصوص رانش بالمشروم. ده عشان البطاطس. نجرب البرجر اهو شكله من جوه. المقرمشات اللي احنا بنقول عليها بالخلطه بتاعتهم بقى. عادة طبعا انتوا عارفين بحب احط البرجر فوق البطاطس عشان يوقع منها يوقع. بس انا عايز ادول البطاطس بالخلطة بتاعتهم فمش هعمل كده المرة دي. معرفش الفكره الجهنميه دي جات لهم منين. فكره طعم المقرمشات دي مع اللحمه والجبنه والكلام ده خلطه حلوه. برافو برافو. طب ندوق بقى البطاطس بالرانش والمشروم. حلوه قوي. الصوص الابيض بتاع الرانش مشروم طبيعي مش معلبات. برافو. طبعا انا مش عارف هم حاطين الصوصات ليه لان انا شخصيا احب اجرب الحاجه زي ما هم عاملينها. ده رانش ايه عشان احطه على البطاطس مثلا يعني. اجرب كده. لا احلى من غير ده بالنسبه لذوقي انا يعني. وده برجر صوص حاجه هم عاملينه بالخير المخلل. طب ممكن يكون عشان كده عشان ده ممكن. طعمه حلو بيه. طب نيجي للتالت. ده بقى اللي هو برجر جواه اصلا جبنه وبعدين فوقيه كمان جواه جبنه موتزاريلا وشيدر وفوقيه الجبنه السايحه والخس والحاجات دي. فايه تجربه الجبنه دبل. حلو برضو طعمه حلو قوي. ده لي العيش ليه عامل كبير زائد نوع اللحمه مركز الجبنه. ده ايه ده؟ ده ديبن كده بيعملوه هما اسمه بوستر صوص حاجه بتاعتهم هما. وده سويت شيلي. انا عاجبني كمان التشيز ستيك بتاعهم ولا صايص ولا جامد قوي. الطبقه البانيه حلوه. Very nice. طيب ده بقى عقدتي في الحياه. هو صمم ان انا ادوقها فقلت له لو مش بصل حقيقي لو بودره هتزعل مني. نو بصل حقيقي. نو ده بقى ده اونيون رينج يا جماعه. ده اونيون رينج. بصله الكرانشي لازقه مش واقعه من عليه. والبصله بصله بجد مش بودره. ده اونيون رينج بجد. عاجبني ذوقهم وعاجبني افكارهم وعاجبني ان هم غالبا اكيدة فعلا يعني. حتى هم بيخترعوا ما بيخترعوش عك. بيخترعوا حاجات ماشيه مع بعض ممكن ما يكونش حد فكر فيها قبل كده. برافو برافو.
طيب ننتقل الى الفقره الثانيه. الثلاث سندوتشات اللي اخترناهم للفقرة الثانية ده مشروم رانش تشيكن، نفس الصوص اللي كان محطوط على البطاطس محطوط على فراخ، وده البوس برجر، ده السيجنتشر بتاعهم يعني او البرجر بتاعهم، وده اللي بالريحان، اللي بصوص الريحان. اوكي يلا نبتدي بالفراخ. ده ال 150 ال 150 جرام، في البرجر اكبر اللي هو ال 200، بنستعمل 150 وال 200 نفس العيش. في الكبير بقى وفي الفراخ، في ال 300 جرام وفي الفراخ، بنستعمل العيش الكبير ده. طبعا شايفين فرق الحجم يعني. اه يا لالين يا عيني يا لالين. ايوه تحفة تحفة. طبقة البانيه مسكرة شوية مع الوايت صوص والمشروم، تحفة. بصوا معظم الوايت صوص اللي انا ذقته في كل مطاعم البرجر في مصر، سوري، المشروم صوص اللي ذقته في كل مطاعم البرجر في مصر بيبقى معمول بالبراون صوص، صوص البني. اول مره ادوقه بصوص الابيض على برجر او في سندوتشات. عادة بندوقه في مكرونات، في خلطه رز، حاجه ريزوتو. بجد تحفه. ده يروح لحسن، ده عشان حسن بيمشي معايا وهما بيقعدوا يلغوا، فده يروح لحسن. طب الجره دي موجوده بلاي لافا، تعمل حراقه وممكن تعمل مش حراقه. ابويا هم عاملينها لي مش حراقه، اللي هي بتبقى باللحمه المفرومه والجبنه. حلوه، ما فيهاش افتكاس قوي، معموله يمكن طعم اللحمه مختلف من مطعم لمطعم، بس فكره اللحمه المفرومه والجبنه على البطاطس معموله كتير، اولموست نفس نوع الجبنه اللي هي السايحه دي، هتفرق بس خلطة اللحمة المفرومة. حلو عادي يعني، فيهاش افتكاسة جامدة بس طعمها حلو. نيجي بقى ده البوز برجر، ده فيه اونيون رينجز وبيف بيكن والبرجر وجبن وبتاع. بخاف من حاجات الزحمة قوي دي اللي هي فيها نكهات كتيرة مع بعض.
ده فيه اسمه صوص باربيكيو. طيب ده ساندويتش غني قوي. اللي انا هقوله ده ذوقي الشخصي. هو مدي على طعم باربيكيو صوص. فلما سألت قالوا لي لا هو ما عليهوش باربيكيو صوص. هو عليه صوص مدخن. اللي هو بطعم التدخين. انا ما بحبش الطعم ده والباربيكيو لسبب. ان الطعم بتاعه النكهة بتاعته دومينيتنج. بارزة قوي. متجبرة. مش يعني ليها كلمات كتير. بمعنى ان بتضيع الحاجات اللي جنبها. بتضيع طعم الحاجات اللي جنبها. دايما بقول لكم زي الليمون. بتحط ليمون كتير على اكلة معينة. الطعم البارز بيبقى ليمون. فانا ما بحبش ده. كذوق شخصي. انما الناس اللي بتحب الباربيكيو صوص او كل اللي هو الفليفر بتاع المدخن ده هيعجبها ده جدا. يعني خلينا برضو ايه نتكلم بصراحة يعني. بس انا ده رغم ان هو السيجنتشر برجر بتاعهم بالنسبة لي اقل بكتير من اللي انا دقته قبل كده. سواء التلاتة بتوع الفقرة الاولى او ده. بسبب اللي انا قلت لكم ده. الطعم بارز بزيادة طعم المدخن ده. انا يعني ما بفضلوش قوي يعني. نيجي لده بقى. وده احد اسباب زيارتنا. طبعا شايفين الاخضر ده اللي هو الريحان. ده بصوص الريحان والجبنة والبرجر والخلطة التانية بقى. طماطم خس الكلام ده كله. نجرب. طبعا هو اول ما شلت العيش ريحة الريحان فايحت جدا. جديدة. جديدة جدا. مش قادر اقرر عجباني ولا لا لان انا بحب اجرب الاختراعات والحاجات الجديدة. بس بقى نادر جدا بعد اكتر من 380 حلقة من الاكيل ان انا ادوق طعم ما دقتوش قبل كده. طعم. فليفر. نكهة. فده طعم انا ما دقتوش قبل كده. وطالما خدت عطمة تانية معناه انه مش مضايقني. هو غريب شوية مش حلو. مختلف. بصوا يستاهل انك تجربه مرة وتقرر اذا كان يعجبك وتجربه تاني ولا لا. هو مختلف وزي اي حاجة دقتها قبل كده. ده بجد. طيب تعالوا نقول الاسعار وبعدين نلخص التجربه. في البرجرات خدنا ماكن تشيز برجر ده ب 86 وده بيتهيألي ان هو بيجي 200 جرام بس. البرجر بالمقرمشات ب 67 برضو بيجي مقاس واحد بس. والستافت برجر اللي هو البرجر اللي كان جواه جبنه وعليه جبنه ب 69 وبيجي مقاس واحد بس اللي هو ال 200 جرام. تشيكن ساندوتش اللي هو المشروم رانش تشيكن ده اللي كان فظيع ومن احلى الساندوتشات بجد ب 52. بعدين خدنا البرجر البيستو اللي هو ده. احنا خدنا ال 150 جرام ب 57 وهم عندهم ال 200 جرام و 300 جرام. اوريدي ال 150 جرام حلوين يعني كمية حلوة. وخدنا البوستد برجر اللي هو التاني ب 66 برضو ال 150 جرام في منهم مقاسين اكبر. وخدنا والاثنين بطاطس اللي خدناهم. خدنا المشروم رانش فرايز اللي هو بالصوص الابيض والمشروم ب 29 ده كان تحفة. يعني اللي بيحب الوايت صوص والمشروم ياخد البطاطس دي والساندويتش ده اللي هو الفراخ الاثنين مع بعض حاجة مجرمة. واللافا فرايز ب 31. كان في كمان الاكستراز. احنا خدنا اللي هو الموتزاريلا ستيكس ب 30 والاونيون رينجز ب 23. الموتزاريلا ستيكس ب 3 والاونيون رينجز بيبقوا 6 حتت 23 جنيه. اوكي فيري جود. تعالى نلخص الموضوع.
هنقول الاول العيوب بعدين نقول الميزه. انا لقيت ثلاث عيوب بالنسبه لرايي في الساندوتشات خلاص قلناها فمش محتاج ان انا اعيد تاني يعني. لقيت ثلاث عيوب، واحد منهم ما يقدروش يعملوا فيه حاجه، اتنين تانيين يقدروا يعملوا فيه حاجه. العيب اللي ما يقدرش يعمل فيه حاجه ان هو مفيش حمام، فانت تعمل حسابك انه ما تجيش من بعيد قوي لانك هتتزنق، يا اما تقف في حته بقى تتصرف قبل ما تيجي المطعم او ما عندهمش حمام، لان طبعا وجود حمام جوه مطعم ليها مواصفات معينه بتالي مع الصحه بتالي، انا مش غلطان يعني، لازم تكون بعيد عن مش عارف ايه يعني، ليها مواصفات معينه. حاجه ثانيه وهو حاجه تافهه جدا وحلها تافه جدا، وهو ان الازاز ازاز بتاع الترابيزات مدبب، فممكن ينتش حاجه، ممكن يعور حد، ممكن لو اتكسر يبقى خطر. المهم يعني دي حلها سهله قوي، محلات الاطفال مش لعب الاطفال، محلات الاطفال في ركنه كده كاوتش بتركب هنا عشان انت لو عندك طفل في البيت وعندك الواح زي كده ترابيزات وتابر بتحط في البوز ده عشان الاطفال ما يتخبطش فيها، فدي لو اتحطت هنا خلاص حلت المشكله، موضوع تافه يعني. حاجه الثالثه وهو برده حاجه تافهه جدا وحلها سهل قوي، ان الكلينكس اللي بيستعملوه كنابكن يعني خفيف قوي يعني، فاهم اللي هو ما بيمسحش حاجه، ما بيلحقش يمسك حاجه، فدي لحد ما هم يغيروها انت ممكن تاخد 3 4 مع بعض وتمسح. ثلاث حاجات لاحظتهم بس طبعا يعني ما لهمش قيمه قوي، بس كنت حابب ان انا اقولهم زيهم زي لما بقول المزايا. تعالي نقول المزايا بقى، المزايا كتير قوي. اولا الفكره، انت اللي تحتيك ده جزء من موتور 8 سلندر اللي هو اللي جوه اللي معمول منه الترابيزه اصلا، يعني هي رجل وراكب فيها جزء من موتور 8 سلندر، فعجبني الدماغ وعجبني التعب. كان ممكن قوي بكل بسهوله ماشي حاطين على الحيطان حاجات تخص العربيات وبتاع وعدت خلاص وترابيزه عاديه، هم لا تعبوا نفسهم خطوه زياده، فده يتحسب لهم جدا. ممكن انت بالنسبه لك ايه يعني بتاع، بس انا بالنسبه لي ان انا الاقي حد انوفيتيف وبيفكر وبيطلع افكار جديده، دي انا ده سبب ان احنا بنيجي نصور الاكير اصلا. واحد اتنين، فكره السيميليتر اللي هم عاملينه ده، ان انت لو طلبت كومبو يبقى لك الحق في ثلاث لفات على السيميليتر، ويعملوا مسابقات وجوائز ومش عارف ايه وبتاع، بيعمل نوع من انواع الكوميونتي او الروح في المطعم. اوكي، البرجرز احنا قلنا راينا مش بس ان الفكر حلو، كمان التنفيذ حلو. انا ممكن يبقى عندي فكره حلوه بس ما اعرفش انفذها، تنفيذ حلو، العيش اللي هم مستعملينه حلو، طعمه حلو، حاجات كتير يعني. في المطلق هي تجربه حلوه، مشوار عشان تجي لهم، الا لو انت من سكان مصر الجديده ومدينه نصر وكده، لو انت من الناحيه الثانيه هو مشوار شويه بس يستاهل انك تجيه اتليست مره، لانها تجربه برجرز مختلفة شوية عن بقية مطاعم البرجرز المنتشرة في القاهرة. أرجو إن أنتوا تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهاردة. في حاجات برضو من اللي أنا قلتها مش فاكر إيه بالظبط، هي أصلاً بتنزل حراقة، فأنتوا اسألوا لما تيجوا تطلبوا حاجة، اسألوا ده أصلاً بينزل حراقة ولا لأ. لو أنت بتحب الحراقة أوكي، لو مش بتحب الحراقة قول له يعمله لك مش حراقة. مش فاكر كان ساندوتش منهم أصلاً بينزل حراقة وأنا قلت له اعمله لي من غير، مش فاكر أي واحد. المهم يعني ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده. طبعا مش عايز اقول لكم ان انتوا لو ما بتحبوش العربيات يبقى المطعم ده مش ليكم خالص يعني، لان كل حاجه حواليك هتفكرك بالعربيات. اشوفكم في حلقه ثانيه من اكيل ان شاء الله، وارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا زي ما انا استمتعت، وانا غيرت رايي مش هدي ساندوتش ده الحسن.